الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام الأصل أنه يعلم معنى الشهادة، شروط لا إله إلا الله، ويلقن الشهادة حتى يتلفظ بها ويدخل بها في الإسلام. أما ما يصنع بعض الناس هدانا الله إياه من أنه يعني يؤخر هذا من الدخول في الإسلام، يقول لابد أن تتعلم كذا، أن تعرف كذا، أن تعرف كذا، هذا ليس من الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أننا نخاطب الكافر بغير التوحيد. أول ما يؤمر به الكافر هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. جاء عن الضحاك بن مزاحم أنه أتى إليه رجل نصراني، قال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني أنه يخاف إذا دخل في الإسلام لا يشرب الخمر لأنه نسأل عافية السلامة مدمن عليها. فقال له الضحاك أسلم وإن شئت شربت الخمر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله. قال له الآن الضحاك أنت الآن مسلم، إن شربت الخمر جلدناك وإن رجعت عن الدين قتلك السلطان.